اي حد مهما كان درجة قرابته، ما تفتحلوش وتبقى انت كتاب مفتوح له، عارف شايف داخل فاهم دي دماغك دي كذا دي امان ده، لا غلط. اولا نصيحتي ليك اختاري صح، بلاش تكوني كتاب مفتوح لغيرك سهل قرايته، من الجلدة للجلدة مفتوحين كده. كلام الناس بقى اللي بتفشي الاسرار، يا جماعة اتقوا الله. الناس اللي بتفشي الاسرار دي كلامي ليها ايه؟ اتقي الله. الناس دي بينطبق عليهم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. انت لو نشرت امر خاص بعلاقات تنطبق عليك الايه دي، بينطبق عليك حديث المجالس بالامانات يعني. ولو التفت كده خلاص، لو التفت خلاص، انت اتنين اهو بيتكلموا، والالتفات ده دي اللي كان بينكم ده امان، ما ينفعش تطلعه. الاسلام اصله دين شامل، كل مظاهر الحياه الاسلام دين الحياه، دين تعاملات وحياه. الاسلام ما خليناش لا صغيره ولا كبيره الا وضحها لنا، والوضوح وضوح تام ما فيهوش لبس، يعني يقصد ايه؟ لا. وعنا بامر واشتد تحذير الاسلام من موضوع الاسرار دي ومجالس الامانات عنايه رهيبه جدا. انتوا عارفين ليه الاسلام حذر انك تمشي الاسرار؟ عشان ست مخاطر، ست حاجات لو اتنشرت الاسرار ضاعت. اول حاجه يقطع الاواصر، عيلات تتقطع، صحاب تتقطع، خلاص مفيش علاقات، يقضي على العلاقات. تاني حاجه من المخاطر لافشاء الاسرار بيغر الصدور. ليه عملتوا كده؟ ليه يغر الصدور ويقلم النفوس بجد؟ تالت حاجه من مخاطر افشاء الاسرار بيفقد الثقه اصلا، يخلي فيه كده انا كده مش واثق فيك وانا هشكك فيك. رابع حاجه من افشاء الاسرار الخطر بتاعها ان بيظهر المساوئ وبيهتك الستر وبيفضح الناس وبينتهك الحرمات والخصوصيات. خامس حاجة عارفين اللي بيفشي سر بيمكن الأعداء من الرقاب. انت فشيت سر بلد عندك، وهو في حديث حاطب ابن أبي بلتع راح يطلع كذا، سيدنا علي قال طلعوا الكتاب يا نجردن، طلعك اللي قاله سيدنا حاطب لك، فشاء أثر غلط، خيانة عظمى. سادس حاجة من المخاطر لإفشاء الأسرار إنه بيعمل إيه؟ يخلي الجاهل يرفع مكانه. ما أنا هقول لك بقى، ما أنا هقول لك، وهو فتان أصلاً، وما شتم كان اللي بلغك أصلاً.